فخامة الرئيس السلام عليكم. يسرني أن نكون مجددا في جمهورية كوريا وأن نلتقي بفخامتكم، ويطيب لنا أن ننقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وتمنياته لحكومتكم وللشعب الكوري الصديق مزيد من التقدم والرقي، ويطيب لنا أن نتقدم بالشكر الجزيل على الدعوة الكريمة وعلى ما لقيناه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة. تأتي هذه الزيارة لبلدكم الصديق تزامنا مع مرور 60 عاما على إنشاء العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا، مما يؤكد رغبة بلدينا في الاستمرار في ترسيخ أسس هذه العلاقة التاريخية والعمل على استكمال الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات، وأخذا في الاعتبار ما يتركز عليه بلدينا الصديقين من ثقل سياسي واقتصادي وإقليمي ودولي وعضوية بلدينا في مجموعة 20، فإننا نسعى لتكثيف العمل المشترك لمواجهة كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين ويؤثر على أمن الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد. لقد شهدت العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا تطورا كبيرا خلال العقود الستة الماضية، نتج عنها شراكة استراتيجية مثمرة للبلدين، ومن أجل المحافظة على مكتسبات هذه العلاقة فإننا حرصنا دائما على تكثيف التشاور والتنسيق مع بلدكم الصديق بما يحقق التطلعات الاقتصادية الطموحة وبناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها عالمنا اليوم. وفي هذا الصدد نشير إلى التعاون الوثيق ضمن إطار رؤية السعودية الكورية 2030 ونشيد بما تم خلالها. كما نتابع باهتمام كبير منجزات اللجان المشتركة بين بلدينا، ونطلع على رفع وتيرة التنسيق الاستثماري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونؤكد على أهمية الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة والمتاحة للتعاون بين بلدينا، ونشيد في هذا السياق بالنمو الإيجابي في السنوات الماضية لمعدلات التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وكوريا. نكرر شكرنا وتقديرنا لفخامتكم على حرصكم على الارتقاء بالعلاقة بين البلدين الصديقين. شكراً.